صباح الخير على كل مشاهدي شبكه ان تي ان 9 لايف. نهارك سعيد ويوم سعيد على كل اللي بيتابعونا. النهارده يوم مليان بالفقرات هنحاول نستعرضها معاكم بالترتيب خلال حلقتنا. صباح الخير. صباح الخير معي. صباح الخير فادي. اتفضل فادي. صباح الخير يا معي. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير مشاهدينا. حلقه اول اسبوع يوم الاحد 2 اكتوبر 2011. يمكن الاسبوع اللي فات كان في قلق وكان في احداث كثيره جدا، لكن اعتقد ان هي انتهت امبارح بالاعلان عن الحاجات اللي هتتعدل في قانون الانتخابات، وخصوصا الماده 5 اللي بتخص عدم ترشح المرشحين الحزبيين كفردي او الفردي تبع الحزب. اعتقد انه الازمه دي واللقاء مع السيد اللواء سامي عنان حل مشاكل كتير. يا رب بدايه اسبوع جديده ويبقى اسبوع كله خير على بلدنا. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير فادي. صباح الخير مي. صباح الخير مشاهدي نايل لايف. ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل زي ما قلنا كل يوم بقالنا 4 سنين في البرنامج تقريبا، ان احنا دايما نبص لقدام. زي ما قال فادي، المجلس العسكري قعد مع الاحزاب واتفقوا. حضراتكم اكيد كلنا عارفين المشاكل الخاصه بقانون الانتخابات، وقعدوا ووافق على كل المطالب. انا عندي سؤال لمشاهدي نايل لايف ونهارك سعيد وللاستوديو وللشعب المصري كله. أنا راجل بقالي 30 سنة في مصر بيحكمني الحزب الوطني ومسيطر على مجلس الشعب بالقوانين بكل حاجة، ومفيش حد كان بيعرف يرضعه، مفيش حد كان بيحاول ينقضه. هل بعد القوانين اللي هي هيوصلوا لها دلوقتي، وإن احنا هنعمل مجلس شعبي جديد، وان احنا هنوصل لان احنا بنسرع في ان احنا نعمل الدستور، هل في الاخر هيجي يوم مجلس الشعب هيبقى كتلة واحدة بس هي اللي حكماه، ولا في حد تاني ممكن ينقضه ويغير مسيره؟ أشرف، بس هو تعليقا على جزئية انه فلول الحزب الوطني او من عمله بالسياسة، يمكن كان ده جزء رئيسي جدا من المطالب، وانتهى الكلام على انه هيتم عمل مشروع لقانون بالعزل السياسي في الفترة القادمة قبل الانتخابات. انا ما بتكلمش على الحزب الوطني، انا ما بتكلمش على الحزب الوطني يا فادي، انا بتكلم بعد القوانين دي ونعمل ان شاء الله انتخابات و و و بكل القوانين اللي احنا عايزينها كل حاجة. انا المهم عندي في الآخر مجلس شعب هيبقى عندي مجلس شعب، أنا مواطن مصري عندي مجلس شعب، مفيش كتلة واحدة هي اللي هتحكمه زي زمان الحزب الوطني ما كان بيحكمنا. ده سؤالي. يعني مثلا أشرح أكتر، في بلاد الديمقراطية أمريكا أو غيرها، لما الرئيس أوباما رئيس أكبر بلد في العالم هو حزب معين، بيعمل حساب دايما الأحزاب التانية، وممكن تقول له خلي بالك ما تعملش كذا كذا، احنا مش متضايقين من كذا، ويبقى خايف من او عامل حساب الاحزاب التانية. هو السؤال ده اشرف اللي هيجاوب عليه اعتقد الشعب المصري من خلال اصواته في الانتخابات القادمه. واعتقد ان ده دور كل واحد بيتفرج عليه وما بيتفرجش علينا، انه يركز ويحاول ان هو يرفع درجه الوعي السياسي عنده. خلونا من يعني ايه نتناقش فقره صفا مي، هيبقى عندها كلام كتير في عناوين الاخبار طبعا. اكيد خلاص مع بعض فكرة الصحافة. طيب مشاهدينا سعيد، انت هتبتدي على طول ولا ايه؟ ما اعرفش انت قفلت. لا انا كنت لا انا ما قفلتش، بس كنت بقول انه يعني عناوين الاخبار هيبقى فيها كلام كتير جدا عن السياسه مع مي، لكن احنا عندنا كمان فقره مهمه جدا عن مهرجان اسكندريه السينمائي الدولي، واللي دورته هتعقد الاسبوع ده تحديدا يوم 5 اكتوبر من 5 ل 9 اكتوبر، وهيشارك فيها 78 فيلم من 35 دوله اجنبيه وعربيه في المسابقات الخمسه الرسميه. هنقعد مع استاذ نادر عدلي رئيس المهرجان الناقد السينمائي، ونقعد نتكلم معاه عن اهم التفاصيل. مبروك للزمالك طبعا، الزمالكاويه فرحانين جدا بشكل غير طبيعي طبعا، وربنا يوفقهم، وما عندهم حق طبعا، ولعبوا كويس جدا، كسبوا 2-1 على حرس الحدود. على فكره فادي مش عاجبه الكلام اللي عمال اقوله، لان لا اهلاوي بحت قوي. مبروك للزمالك يا جماعه، بس انا اهلاوي يعني انا محدد موقف، انا اهلاوي. مبروك للزمالك طبعا بكل حب. ام بي هو برضو اللي كسب المقاولين بضربات ترجيح. النهارده على فكره عندنا فقره خاصه بالرياضه بشكل عام في طبعا في مصر، وخصوصا الكره وكاس مصر
الكابتن فتحي مبروك مدرب نادي الاهلي السابق. عندنا ايه تاني يا مايب سريعا؟ على العموم احنا معانا كل الاحداث اللي احنا اتكلمنا عليها السياسيه دي هنناقشها مع دكتور عماد جاد خبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. بس هنبتدي معاكم بفقره الصحافه كالعاده والصحفيه امال عويده صحفيه بجريده الاهرام بس بعد الفاصل.